الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فيا معشر السادة، مرحبا بكم على قناة الفتح ومع برامجنا على جامعة آل مصطفى رحمه الله وسائر موتى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يزال حديثنا موصولا عن مفردات القرآن الكريم، وناتي في هذا اللقاء على كلمة الخامسة من مفردات القرآن الكريم، ألا وهي القنوت. وهي القنوت. القنوت، ما معنى القنوت؟ فمعنى الأصل لهذه الكلمة الطاعة. القنوت أصله الطاعة، ويتفرع من القنوت بعد الطاعة معان، منها أولا القيام. فالقنوت بمعنى القيام. كلمة القنوت تأتي ويراد بها القيام. نجد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الصلاة أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم طول القنوت أو طول القيام. إذن فهذا هو المعنى الأول من معاني القنوت. ونجد هذا أيضا في قوله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم، يعني ساجدا وقائما. سورة الزمر آية 9. سورة الزمر آية 9. أي أمن هو مصلٍ. أمن هو قانت، أي أمن هو مصلٍ. أمن هو مصلٍ. فسميت الصلاة هنا قنوتاً، لأن الصلاة تكون بالقيام. فسميت الصلاة في هذه الآية قنوتا لأن الصلاة تكون بالقيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم، يعني المصلي الصائم. إذن فمثل القانت أي المصلي. أي المصلي. نعم.
بعد هذا فالمعنى الثانية للقنوت أيضا، المعنى الثانية للقنوت أيضا الدعاء، معنى الثانية للقنوت الدعاء. لماذا؟ لأنه يدعو به قائما في الصلاة، لأنه يدعو به قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعده. ذا من هنا من معاني القنوت الدعاء، لأن المصلي يدعو بالقنوت قائما قائما قبل الركوع أو بعده. نعم. والمعنى الثالث للقنوت كذلك الإمساك عن الكلام في الصلاة. معنى الثالث للقنوت الإمساك عن الكلام في الصلاة، لأن الإمساك عن الكلام يكون في القيام أيضا، ترى لأن الإمساك عن القيام يكون أي عن الكلام يكون في القيام، لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن، لا يجوز لأحد حال قيام أن يأتي بشيء غير القرآن الكريم. قال زيد بن أرقم، قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله وقوموا لله قانتين. البقرة آية 200 وآية 232، آية 232. إذن وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. ويقال إن قانتين هنا، ويقال إن قانتين في هذا الموضع أي مطيعين، أي ما مطيع أي مطيعين. نعم. والمعنى الرابع للقنوت أيضا الإقرار بالعبودية، الإقرار بالعبودية. المعنى الرابع الإقرار بالعبودية، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون له بعبادته، أي مقرون له بعبادته. نعم. سورة الروم 26، الروم 26. نعم. إذن فكل هذه المعاني ترجع إلى 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 القنوت، إلى القنوت. إذن فقلنا المعنى الأصل للقنوت الطاعة، كقوله تعالى: والقانتين والقانتات، والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات، أي المطيعين والمطيعات. وقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. النحل 120، النحل 120، أي مطيعا له،
أي مطيعا له. من هنا يقول المؤلف: ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة. ما قلنا ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة، أي معنى لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة، لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة، لأن جميع هذه الخلال، ولأي لأن جميع هذه المعاني من الصلاة والقيام والدعاء وغير ذلك يكون عنها. إذن يكون عنها كما قلنا، فهذه هي معان للقنوت. قلنا القنوت القيام، لذلك القنوت الدعاء، القنوت الإمساك عن الكلام في الصلاة، نعم القنوت الإقرار بالعبودية، الإقرار للعبودية، والقنوت الطاعة، القنوت الطاعة. وهذا المعنى هو معنى الأصل للكلمة، فكلها ترجع إليها أي إلى الطاعة. بهذا القدر نصل إلى نهاية هذا الدرس، وإلى لقاء جديد بكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم كالعادة طالب القرآن الكريم يوسف مصطفى صنغاري، فمرحبا بكم.